مش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة. وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. حب لو عنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ لو عنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم. هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي بالحب يتقرا. وقلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. خلاص يا نادم، انا قررت انك انت هتعملي دورين، دور الطفلة ودور الشابة. يعني يا جوجو لو كنت سمعت كلامي من الاول مش كنت ريحت نفسك؟ على كل حال انا جاية لك حالا عشان اصالحك. وادي العربون مقدما. يا استاذ يا استاذ، لقيتها لك المعجزة، البنت اللي بتدور عليها. هي فين؟ في الاستوديو. وحتبتدي الحكاية كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. وحتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. نكتبها الشوق في ليلة ونقراها في 100 سنة. لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيره.